تفاصيل خبر نقل قبر الرسول الشريف المتداول في الصحف. نشرت صحيفة لاندوبندنت البريطانية في عددها الصادر الثلاثاء تحقيقاً حصرياً لأندرو جونسون بعنوان السعودية قد تخاطر بإحداث انشقاقات بين المسلمين بسبب خطط لنقل قبر الرسول، وذلك في ظل مخططات توسعة وتجديد الأماكن لمقدسة. وقال جونسون إن قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد يهدم وتنقل رفاته إلى مكان غير معلوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث فتنة في العالم الإسلامي. وأضاف كاتب التحقيق أن هذا الاقتراح الجدلي يعتبر جزءاً من دراسة لملف أعده أكاديمي سعودي، وقد تم توزيعها على المسؤولين في المسجد النبوي في المدينة المنورة الذي يحتضن قبر النبي محمد عليه السلام تحت القبة الخضراء المعروفة بالروضة الشريفة التي يقصدها الملايين من الزائرين طوال العام. وأضاف جونسون أن الدعوة إلى تدمير الحجرات المحيطة بقبر الرسول من شأنها أن تثير بلبلة في العالم الإسلامي، فضلاً عن أن نقل قبر النبي قد يؤدي إلى فتنة لا مفر منها. وحث التقرير الذي جاء في حوالي 61 صفحة على نقل قبر الرسول إلى البقيع حيث سيدفن فيها من دون أي تحديد لقبره. وأوضح جونسون أنه ما من أي دليل حتى الآن يثبت أنه تم اتخاذ قرار حول هذا الموضوع. ونقلت صحيفة البيان أن دراسة سعودية قد طالبت بنقل وإخراج وعزل قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحجراته من حرم المسجد النبوي الشريف، معتبرة أنها اتخذت ذريعة عند المخالفين لبناء المساجد على القبور والأضرحة وفصلها بجدار يصل ما بين شرقي الحجرة مع شمالها إلى ما يسمى دكة أهل الصفة حتى تكون الحجرة خارج المسجد الذي يصلى فيه.